خلينا ناخذ الإجراء مثال تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021، هل يكون قرار سليم بالنسبة للوفد متاعنا بالنسبة للوضع اللي احنا فيه وإلا لا؟ لا شوف، أنا عندي إضافة بالبرابور القبيلة، ما عادش كان استمعت البارح للناطق الرسمي صندوق النقد الدولي جيري رايس، يعني عمل تصريح صغير قال جيست معناتها بور كونفيرمي انه الوفد التونسي جاء وطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وانه صندوق النقد يعني مستعد باش يعاون تونس، ولكن ما عندوش كالندري وما عندوش برنامج ديتاي، ويلزم المناقشه بطريقه تقنيه على جمله يعني لي ميزور ولي زاكسيون اللي تم تقديم. دونك لهنا سامحني سي وليد، قال الوفد التونسي ما عندوش روزنامه. اي قال ما عندناش روزنامه، ما تمش تقديم روزنامه في الاجراءات هذه وكيفاش باش يتم مناقشتها. باش ننقلوا المعلومه بكل امانه، هو شنو قال؟ قال ليس لدينا جدول زمني او موعد نهائي لاختتام المفاوضات او مبلغ القرض الذي ستتم مناقشته. ايش خلى هذا هو سي وليد عدو اسمه قرض. اذا كان ما عنديش المبلغ وما عنديش الروزنامه وما عنديش الجدول الزمني للمناقشه، فرانس بريس باغ اكزومبل هبطت انه من النقاط والخطوط العريضه للبرنامج الاصلاح هذا والخطط الاصلاح اللي هزتها تونس هو استبدال دعم السلع الاساسيه بمساعدات ماليه مباشره للاسر، الغاء الدعم هذا بحلول 2024. من النقاط الاخرى زيدا ما نعرفش انا الحط احتواء كتله الاجور والحط منها بنسبه 15% من الناتج الداخلي الخام. دونك شنو رايك انت؟ انا علاش عرجت على تصريح ناطق رسمي صندوق النقد الدولي، لانه شفت مع يعني التفاصيل لي ميزور هذوما اللي موجودين في الوثيقه، يعني قادوا عناوين عامه، يعني انشاء كلام عام، فوالا عناوين عامه. وهذاك علاش اليوم صندوق النقد الدولي يقول لك لا خويا انا مستعد ندخل معك في تفاوض على العناوين العامة هذه، ولكن يلزمك تعطيني التفاصيل شنو باش تعمل بالضبط وشنو هي الرسومة الزمنية اللي باش تعتمدها. دونك بالنسبة لسؤالك تقول لي هل سيتم تجميد الأجور في سنة 2021؟ أنا نجاوبك ديريكت، ما قال لك شنو نقصد به تجميد الأجور تاعك وكل شيء. ثم سي وليد هل انت مشيت مع العلم انه يعني يوم عيد الشغل السيد كاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل يعني قال انه المفاوضات خلال سنه 2021 مش تنطلق، مش تتواصل يعني في ظرف بضعه اسابيع. معناها سي وليد من الاخر معناها مش نرجعوا بخفي حنين من الزياره هذه. لا با نيسيسيرمون، ولكن انا نقول انه يعني الزياره هذه تم تقديم فيها وثيقه اللي هي لا ترتقي الى مستوى برنامج لاصلاحات. واضح.